اخ الله صبرني، الله يخليك صبرني بس هالكم اسبوع، صبرني بس. بس شوفي اول ما اطلع قلت لها، انا قلت اول ما اطلع من الباب من الباب راح اقول مشكور فلان، مشكوره فلانه، مشكور فلان انك قلت عني كذا كذا كذا، وانت قلت عني كذا كذا، وانت قلت هيك عم بعطي مثلا. بس انا راح احكيها، ما راح اخليها بقلبي، لانه وحياه عيوني شو قلت لك، وحياه النعمه هاي، انه لو احكي لك لهون انتوا تصيروا واحد ينصح الثاني. بتعرفي شو اعمل انا؟ والله عن جد رامي بتعرفي شو انا شو اعمل؟ انا رح اضحك ومش رح اعمل ولا حركه عن جد. انا اخر همي يعني انا ممكن هم يا رحمه هم مخبين علي ولا مخبين عليكم؟ مخبين على محمود ولا مخبين على مش مخبين على العالم العربي؟ فهم 20,000 كاميرا قاعده تصور، افهموا. اروح هسه احرق المحل لا رحت بابا اروح احرقهم هسه. ايه امبارح ايه امبارح لانه ليه هذه كلها على خاطر الفستان الاخضر ولا شنو شو اسمه؟ والله تضحكني انت. خلاص فين هذا؟ تعشى وتعصب شروح مش عشان اسمع. انت كمان انت مش فاهمه عشان الفستان. انا المبدا انه وقسما بالله ما حكيت يا جماعة ذكروني، يمكن أنا ناسي، أخلي الكنترول بليز ذكروني إذا أنا حاكي عن جد، يمكن أنا بنسى كثير اللي بحكي، فإذا أنا حاكي ذكروني. أنا شو قلت بحرفيا؟ هذا بيعرف في رمضان؟ إيه عم يحكي فوق هيك قاعد فوق لحاله، ما بعرف ما بعرف شو عم يعمل. شبعت بقولك انا رامي، احنا هلا احنا هذا اي اطرام هذا رح نعمله 13 يقعدوا ثلاثة بالفينال، اثنين من غير فينال والفينال. سكروا باب السطح، ليش قافلينه؟ مين قفله؟ فوق قافلينه؟ اه عايز اقعد فوق. تمزحي والله العظيم. ليه؟ فوق؟ ايه وين رمضان؟ يمكن لانه طلعتوا فوق عقاب يعني؟ ها؟ يمكن لانه طلعتوا فوق. لا لا ما قالت هيك، قالت اذا مره ثانيه خبز. راح تسمعونا لقونا لقونا على القلب يسير على القلب يسير يلا لقونا لما تعالوا وينها متخزنه خلصت اكل؟